بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله المحاضرة في مادة إدارة الأعمال. التميز بالميزة التنافسية، وبمعنى لما قلت ميزة تنافسية اللي هما الأشياء التي تميز أو يتميز بها صيدلياتها عن صيدليات أخرى تجعل لها ميزة تنافسية عليها. انت تحاول تشوف العناصر اللي ممكن تؤثر على جذب الزبون او المستهلك لصيدليتك من حيث طريقه تعاملك مع الزبون، الخصم، الخصميات، النظافه، الديكور. هذه كلها انت بحاجه لمعرفتها، لانك انت بهذه الحاجه تكون سيطرت على المستهلك وحاولت تكون منافس اول للمنافسين اللي هم قبلك. الخطة التسويقية، والخطة التسويقية عبارة عن خطة لكيفية السيطرة على السوق من حيث هي الدعاية والإعلان وأساليب البيع والخدمات، واللي هي مبيعاتنا. هذه كلها خطة تسويقية. تعال نشوف نحن بعض المعلومات اللي نحاول نجمعها باش نقدر يكون عندي خطة تسويقية جيدة. معرفة المبيعات المتوقعة اللي هي الكمية المطلوبة مسبقا لصيدليتك، بحيث انت عرفت اللي هي كل اسبوع كم طلبيتك، كل شهر كم طلبيتك. الخدمات اللي هي محصوره ب خدمات رعائيه ام خدمات لوجستيه، يعني انت الخدمات اللي تقدمها للمستهلك. يعني بعض الاحيان تشوف في الصيدليات بيدير دراسه للخدمات اللي تقدمها، قياس الضغط، وضع ميزان في الصيدليه، محاولة اللي هي مرضى السكر اللي ممكن تقدر تقيس السكر بشكل سريع، محاولة اللي هي خصم. هذه كل الخدمات انت تحاول توفرها لوسيلة دعائية للمستهلك. لما يقول الدعاية والإعلان، الدعاية والإعلان هي أحد الوسائل جذب المستهلك لك من خلال اللي هي المعلومات اللي تقدمها، المصداقية والثقة. ونحن لما نجي نتكلم لما نقول الدعاية والإعلان، الدعاية والإعلان تكون فيها مصداقية، مش تكتب كلام وجي الناس عندك صيدلية تاني كلام تاني. لا، انت تحاول تكون دعاية واعلان لسلعتك، لموادك، لادويتك بالشكل اللي انت تشوف فيه يقدم خدمات علاجية للمستهلك. طريقة البيع والتعامل مع الزبون لها دور، تعتبر من ضمن الخطة التسويقية. ممكن في عندنا خدمات توصيل للمنازل من احد وسائل الدعاية والاعلان لصيدليتك، ممكن تضعها في اعتبارك كخطة تسويقية. عملية اللي تسهيلات سداد الدفع، خاصة احنا عارفين في ضمن الأزمات العالمية اللي توا، عدم وجود سيولة، عدم وجود قدرة الدفع مباشرة، فيجب يكون عندك قدرة تسهيل سداد الدفع، وزي ما هو موجود عندنا اللي هي التعامل بجميع المعاملات البنكية الموجودة في المنطقة اللي أنت متواجد فيها. طبعا احنا لابد من تضع خطة تسويقية لعملية التعيين وإدارة شؤون العاملين، الناس اللي تجي معاك، كيف تعينها وكيف تقبلها وكيف تكون راضي عنها وكيف تقيمها تقارير كفاءة. تعرف المخاطر اللي تواجهك من ناحية تسويقية يجب تواجهها، ويجب تكون عندك خطة جاهزة لأداها بالشكل الصحيح. الإجراءات التشغيلية، وطبعا احنا ما نجي حتى كلمة إجراءات تشغيلية، الكل ما يدور حول مراحل العمل من جميع النواحي، يجب ان يتم وضعها ضمن الخطه بحيث انك تكون على المام تام بجميع الانشطه، سواء كان داخل الصيدليه او خارج الصيدليه، بحيث انك انت تنظم عملك. لما كلمه اللي هي الاجراءات التشغيليه ومعرفه مراحل العمل او الانشطه تتبع وظيفه التنظيم، وانت لابد تكون ملم فيها المام كامل. لما نجي للمرحلة اللي بعدها، الموقع او معرفة الموقع. الموقع طبعا احنا قلنا هو احد المعايير النجاح في المعيار الاول. ليش؟ لان الموقع يعتبر بداية النجاح، اختيار الموقع السليم المناسب وفق معرفة اللي هي الكمية المطلوبة وحجم المستهلك في هذه المنطقة. اختيار الموقع لابد يكون ايضا من ضمن قربها من المواصلات، قربها
من البنية التحتية، الاتصالات الهاتفية، هذه كلها هنقول وسائل مساعدة ومشجعة لاختيار الموقع الملائم والمناسب، سواء كان لصاحب الصيدلية أو المستهلك أو البائع أو المورد، كلها من ضمن خصائص لاختيار الموقع. لما نجي نحن نتكلم عن إدارة المخاطر والتخطيط للطوارئ، لابد مسبقا من أن تعرف اللي هي المخاطر اللي ممكن تكون بها الصيدلية، ونحن عارفين المخاطر، المخاطر من السرقة، المخاطر من الحريق، المخاطر من اللي هي عملية تخزين الأدوية والمعدات. هذه كلها أنت المفروض تكون حاط ضغط فيها. ونحن لما نجي نقول، لما أقول لك مناقشة الأحداث والظروف الذي يمكن أن تهدد الأفكار والمعتقدات حول مناخ العمل، نقصد بها العادات والتقاليد والبيئة المحيطة، يجب تأخذها باعتبار لأنها تعتبر أحد المخاطر وأحد العوامل المؤثرة، ويجب لي الاهتمام بها. أيضا من ضمن اللي هي الآثار السلبية يجب مناقشتها، اللي هي محتملة من حيث اللي هي السوق، ومن حيث الجوانب المالية، ومن حيث اللي هي سواء كان مباشرة أو غير مباشرة. حاول قدر الإمكان عند إعداد خطتك أن تكون ملم بالمام كامل بأوضاع السوق واللي هي كل مشاكل السوق، سواء كان الاحتكار، البطالة، التضخم، الطلب، العرض، هذه كلها مشاكل السوق ومؤثرة، وهي أحد العوامل اللي تسمى مخاطر، لأن تأثيرها تأثير مباشر على اللي هي الجوانب السلبية أو الإيجابية. العقبات التي تعترض دخول السوق والخروج منه، وطبعا احنا قلنا العقبات اللي تعترض دخول السوق، حاول قدر الإمكان اكتشاف هذه العقبات ومحاولة اللي هي معرفة كل الخبايا وكل العوامل المؤثرة على السوق. ودائما احنا نتكلم عن موقع اللي هو إقامة المشروع، ونحاول دائما اللي هي نبحث عن استمرار المشروع، ونبحث عن أن تكون المشروع ناجح، لأن النجاح يعني البقاء والاستمرار والحياة، والفشل يعني اللي هو النهاية والإقفال. ونحاول دائما احنا نبحث عن اللي هي الاستمرار والنجاح، والاستمرار والنجاح تتطلب منا معرفة اللي هي العقبات اللي تعترض دخول السوق والخروج منه. ودخول السوق مش أي واحد يدخل السوق، اختيار الفرص في الوقت المناسب هي احنا هذه اللي هي يجب تكون الطالب، او مش بنقولش الطالب، احنا نقول اللي هي معد مشروع عمل صيدلية او صيدليات، لان احنا عارفين هناك منافسين، ويجب اللي هي اخذ الحيطة وجمع المعلومات. في البداية قلنا اساس نجاحنا هو جمع المعلومات بحيث نكون قادر على اللي هي وضع والتغلب على اي عواقب او عقبات تؤثر على الجانب السلبي أكثر من أنها تؤثر على الجانب الإيجابي. نجي بعد ما خدينا اللي هي الجانب الأول اللي هو جانب جمع المعلومات للمساعدة في وضع خطة جيدة، ونحن ما جينا قلنا في السابق اللي هي التخطيط عبارة عن تنبؤ مستقبلي من خلال معرفة اللي هي كيفية الوصول للهدف بأفضل وأحسن السبل. وتكلمنا عن القاعدة الإدارية، وقلنا العمل بأقل تكلفة وأقل جهد وأقل وقت من أجل الحصول على أكبر عائد ممكن. لما جينا للخطة، الخطة بصفة عامة يجب أن تنتبه أن هذه الخطة تبي تكون بها جميع المهام اللي أنت ممكن تقوم بها، وممكن أنك أنت تحاول أن تؤديها. ولما أقول لك جميع المهام، لما أقول لك جميع المهام بمعنى أنك أنت تؤدي أداء عملك بجميع مراحل عملك بشكل. إذا هنا خطة تكون موجود فيها كل الأنشطة اللي أنت ممكن تبي تقوم بها داخل الصيدلية وخارج الصيدلية، بحيث تكون هذه الأنشطة وتستطيع أنك من خلالها توزيع المهام وتحديد ووضع المهام في وحدات متجانسة، ومن ثم توزيعها على اللي هي معرفة اللي هي عدد الأفراد العاملين داخل العمل، معرفة الإطار الزمني لإنجاز هذه المهمة. هذه كلها
انت تسمى خطه. لما نجي نقول لك المهام التي يتحتم عليها، بمعنى ما كل الانشطه الداخليه والخارجيه اللي انت من اجل انشاء مشروعك بتكون قادر على معرفه مراحل عملك. ايضا لما اقول للافراد اللي انت توزع عليهم المهام من خلال الانشطه اللي انت حددتها والمهام اللي انت حددتها، وتعرف الاطار الزمني لهذه المهام، انك انت دائما مقيد بزمن معين، دائما عندك معايير مقاييس مقياسيه بتحطها في حسابك. ايضا بتحدد اللي هي الموارد والاشخاص المشاركين في انشاء مشروعك، بتشوف من بيتعامل، من اللي ممكن يساعدك، من اللي بيتعامل معك، من اللي يشاركك. هذه كلها اشياء انت تحطها في حسابك، بحيث ان الخطه لما تكون موضوع من جميع النواحي، عرفتها من حيث التكلفه، عرفتها من حيث الزمن، عرفتها من حيث الارباح، عرفتها من حيث العوائد. هذه كلها انت تساعدك على انك تجهيز المستقبل، يساعدك على السيطره على كل الموارد اللي ممكن تستفيد. دائما لما تجي تتكلم عن الخطه تتكلم عن تنبؤات ماليه، والتنبؤات الماليه دائما اللي هي تحط في حسابك اللي هي التدفق المالي، والتدفق المالي المقصود بها الواردات والصادرات، الاموال الداخله والاموال الخارجه، هذه كلها نسميها التدفقات النقديه اللي هي يسموها الصندوق النقدي. طبعا لما جيت تقول التدفق النقدي، نفقاتك وعائداتك بالمشروع في اطار زمني، يعني خلال فتره زمنيه السنه، خلال 3 شهور، خلال 6 شهور، انت تعرف اللي هي الاموال الداخله والاموال الخارجه، اللي هي نفقات تشمل كل من راس المال اللي انت بديت فيه، والتكاليف اللاحقه اللي بعديه، الرواتب والايجارات المكان. العائدات تشمل حجم المبيعات التي يمكن ان تحققها، وينبغي ان يتم تصنيف في فئات زمنيه قصيره بحيث تصبح معايير مقياسيه لنجاحك او فشلك. اذا التدفق النقدي عباره عن ايش؟ تفهم انت طبيعه عملك، تعرف اللي هي مجالات المصروفات اللي انت ممكن تصرفها، مجالات الايرادات اللي انت ممكن تحصل عليها من خلال ما تقدر، تعرف اللي هي ارباحك، تعرف خسائرك، هذه كلها نسميها التدفق النقدي. والتدفق النقدي هو موضوع مش سهل، هو يجب تكون انت صيدلي ملم بالممكن باش تستطيع ان تكون على درايه وافيه بكل ما يحدث داخل الصيدليه. في الاخير هو مشروع تجاري صيدليه، تبي تشوف اللي هي نفقاتك، ايراداتك، مصاريفك. وطبعا اللي احنا عارفين لما جينا نشوف العلم المحاسبي، دائما عائداتنا او ارباحنا هي عباره عن نطرح الايرادات ناقص المصروفات، المتبقي يصبح ارباح، وتفهم هذه الامور كلها. من ضمن التنبؤات اللي هي الماليه اللي هي المصروفات الراسماليه. المصروفات الراسماليه تفهم اللي هي بدايه انشاء راس مالك اللي انت محتاجه لانشاء اللي هي صيدليه قبل ما تفتحها، الارض، المبنى، الارفف، الادوات، المعدات، هذه كلها مصروفات راس ماليه انت تكون ملم بها، متنبأ بها، بس تقدر تكون قادر على السيطره عليها ولديك قدره عليها. العائد على راس المال الموظف اللي هو المشغل، لما اقول موظف يعني انت تتوقع التنبؤ، تنبؤ راس ماليه بتفهم الاموال اللي انت بتشغلها شو الارباح اللي ممكن تحصل عليها، وهذا يقول عليه وهي النسبه المئويه للربح على قيمه الاستثمار. يعني الاموال المشغله كم تعود عليك بالربح؟ اذا كان الموضوع يستاهل استمر، ما يستاهلش فكر في مشروع او في مكان اخر او مشروع اخر. فتره الاسترداد المقصود بها انك الاموال اللي تم صرفتها لانشاء صيدليتك لابد تكون انت ملم امتى، بعد 10 سنين، بعد 20 سنه، تكون قادر على رد راس مالك المشغل اللي استثمرته في انشاء الصيدليه. انت بتفهم اللي طبعا هناك بعض الطرق اللي هي الحسابيه في علم المحاسبه توريك كيفيه اللي هي معرفه هذه الامور، اللي هي قم بحساب فتره لازم استرداد قيمه استثمارك على تدفقات نقديه متوقعه حسب الاموال الداخله، تقدر تدير خصميات، تعرف كم اللي هي القيمه اللي انت تبي تستردها من راس مالك. صافي القيمه الحاليه وهي قيمة المال المستخدم من النسبة المخصومة، المقصود صافي القيمة الحالية اللي هي الأموال المشغلة الحالية
تبقى تعرف قيمتها. وطبعا برضه نفس الشيء، هناك بعض القيم اللي هي الطرق الحسابية لمعرفة هذه القيمة، وانت تكون ملم بها إلمام كامل. معدل العائد الداخلي وهو معروف من حيث ان معدل العائد الداخلي، الداخل مقصود به العمل الداخلي اللي انت تقوم به، بتعرف اللي هي العائدات عليه. النقد مقابل الارباح، التمييز بشكل واضح بين التدفقات النقدية وبين الأرباح المتولدة. تدفقات نقدية أموال دخلت، إيرادات من ضمنها التكاليف ومن ضمن المصروفات ومن ضمن الأرباح. أما الأرباح المتولدة فهي الأرباح اللي هي طبعا اللي هي الإيرادات ناقص المبيعات. طبعا احنا انا اللي بيك تكون عندكم معلومات عامة عن هذا الموضوع، ما تتعمقش فيه إلا لما تتطرق إليه. التنبؤات المالية، إذا كانت تنبؤات مالية فيما يخص التدفق النقدي، تنبؤات مالية فيما يخص المصروفات الرأسمالية، تنبؤات مالية فيما يخص العائد على رأس المال، تنبؤات مالية فيما يخص فترة استرداد الأموال المستثمرة، قيمتك الحالية تختلف عن القيمة المستقبلية والقيمة الحالية للشيء بعد استهلاكه فترة معينة، بتعرف قيمتها. لما أقول لك القيمة الحالية مقصود بها، أنا قلت لكم عليها، المقصود بها أنك أنت اشتريت آلات في برأس مال كذا، بعد سنة سنتين تختلف القيمة الحالية عن القيمة اللي انت شريت فيها. معدل العائد واللي هي النقد مقابل الأرباح. معايير المتابعة، ولما نحن أنا بتكلم عن المعايير، طبعا أي عمل لابد يكون فيه معايير ومتابعة. ليش؟ لأن معايير المتابعة هي عبارة عن مقاييس كمية تستطيع من خلالها التقييم بمحاور بمهامك ومشروعك أثناء عملك، إنك أنت ماشي بالطريق الصحيح أو ماشي بالطريق الخاطئ. ولما نجي نقول معايير التقييم، من ناحية الزمان تقييم، من حيث المكان تقييم، من حيث اللي هي الأرباح تقييم، من حيث الجهد تقييم. ولما نقول معايير تقييم، الله وضع مؤشرات موضوعية يمكن تبعتها مقارنة بالافتراضات الموضوعية، بمعنى لابد يكون معاييرك مقياسية رقمية كمية، زمن كمي، الأموال كمية، الأرباح كمية، هذه كلها تستطيع أنت، لكن موضوعية اللي يمكن الوصول إليها، بحيث أنك تقيم ما بين الشيء اللي تنبأت فيه والشيء الفعلي اللي أنت قمت فيه، وتقدر تقول والله نسبة نجاحنا ونسبة فشلنا. هذه كلها تحديد أبرز النقاط التي تتناولها هذه المعايير من خط المشروع، هذه كلها معايير متابعة. أنا ما أقول لك معايير متابعة، افهم كلامي. لما جينا قلنا في العمليات الإدارية، آخر مرحلة من العمل الإداري هو الرقابة، تخطيط، تنظيم، قرار، اتخاذ قرار، قيادة، توجيه، رقابة. الرقابة هي خلاصة مراحل العمل اللي أنا قمت بها. ما نقدرش نقيم إلا نرجع للتخطيط. التخطيط شنو قال؟ عندنا مراحل عمل، عند خطط، عند مصاريف، عند دراسة تم عملها. هذه كلها ناخذها ونضعها في اعتباري، نقدر نقارن بين تنبؤ فعلي وتنبؤ عمل فعلي وعمل متنبأ، ونشوف المقارنة بيناتهم ونقيم عملي إذا كان نسبة نجاحي أو نسبة فشلي، بحيث أننا نستطيع من خلالها نقيم الحرفات اللي هي، لما قلت رقابة تعني انحرافات، معايير متابعة تعني انحرافات، تعني تصحيح، تعني، ونحن قلنا مش عيب اننا نخطئ، عيب اننا نكرر الخطأ. لما نجي نضع معاييري من اجل المتابعة، من اجل تحديد الانحرافات، بغض النظر الانحرافات السلبية، انحرافات ايجابية، سلبية نبعد عنها ونصححها، وتعديل نسميها تعديل خطة، ايجابية نستفيد منها ونتمسك فيها، هذه كلها نحن نبحث عليها بحيث ان نكون قادر على العطاء المستقبلي، ودائما طور معلوماتي وطور امكانياتي. نصائح لاجراء الدراسه، طبعا احنا بنقول لك نصائح لاجراء الدراسه، دائما المقصود بها نصائح لاجراء الدراسه، المقصود بها اننا نعطيك مجالات تمكنك من اداء عملك بالشكل الصحيح. لما نجي نتكلم عن النصائح لعمل تنبؤ مستقبلي، لإثبات وجود، لاستمرار في النجاح واستمرار في العمل، استمرار في الحياة، إن الصيدلية اللي أنت بتقوم بها ناجحة،
عندها سمعة، عندها إمكانيات، عندها مصداقية، أصبحت منافس أول في السوق. هذه كلها لابد أنك تحاول، هذه النصائح اللي هنقولها توا، تحاول أنك أنت تكون ملم بها إلمام كامل، وتحاول أنك أنت تكون قادر على التعامل معها التعامل الصحيح. أول نصيحة بنحاول التعامل معها، لا تتوانى عن بذل أي مجهود مهما يكن شاقا من أجل جمع المعلومات المطلوبة للدراسة. وأنتم عارفين المعلومات أساس عملية التخطيط، باش تقدر تكون جاهز، خطتك جيدة مدروسة صحيحة، جمع معلومات بجميع الجوانب اللي تكلمنا عليها. أدي ما عليك عمله بإخلاص وإتقان، العمل بإخلاص وإتقان هو النجاح، وفي الأخير هذا مشروعك. إذا كان أنت ما خلصتش نفسك وما أتقنتش عملك، النجاح هيعود لمن؟ يعني أنت بالإخلاص والتفاني في كل شيء. أنا قاعد أقول لك اخلص وتفاني واتقن عملك باش تحصل وتحصد جهدك، الثمرة اللي أنت تفكر فيها، عوائدك، أرباحك، سمعتك، جودتك، السيطرة على المنافسين، هذه كلها إتقان، خلاصة إتقان العمل. اجعل اهتمامك في البحث متصبا على جودة وصحة ما تجمعه من معلومات لا كميتها. فسر وفكر كويس. اجعل اهتمامك في البحث، بحث ايش؟ على المعلومة. متصبا على جودة وصحة ما تجمعه من معلومات. كلام اللي تجمعه، كلام سمعته ولا تأكدت منه. انتبه. شطارة منش انك تجيب معلومات واجدة، شطارة انك المعلومة اللي جبتها معلومة صحيحة مفيدة لك انت في اتخاذ قرارك. تحلى بالمرونة والاستعداد لمواجهة العقبات عند اجراءاتك للدراسة او اجراءك للدراسة. المرونة شو معناها؟ القابلية على التغيير والتبديل. يعني انت معلومة جمعتها، اتخذت اجراءك، اتضح بان هذه المعلومة مش كاملة، مش سليمة، فيها ضعف، عندك قدرة على تغيير القرار بأسرع وقت ممكن، هنسميها المرونة. كرر خطواتك البحثية حتى تتيقن من صحة ما توصلت إليه من نتائج. دائما الحصول على المعلومة لا يكفي، تأكد من المعلومة وابحث عن المعلومة باستمرار من جميع الجوانب. تقبل النتائج كما هي ولا تحاول تحريفها لأي سبب. التحريف من اللي بيحرفها؟ أنت خليت معلومة، استفد منها، تحرفها بما يناسبك. قد يكون التحريف أدى إلى تكون معلومة غير مفيدة. كن على استعداد لتغيير نوعية المنتجات أو الخدمات وفقا للظروف المستجدة. ما تفكرش في إنك أنت تقول والله أنا بنحول البضاعة هذه، البضاعة هذه مش سليمة، نخسر خسارة قليلة وخسارة كل المشروع. بدل وغير بحيث إنك تستفيد لقدام أكثر. لا تجعل قلة المعلومات المتوفرة تؤثر على معنوياتك. بعض الأحيان الإنسان ما يكونش عنده قدرة على جمع بشكل كافي، ويؤدي إلى اللي هي عدم الثقة بالنفس والتردد والتذبذب. لا لا لا، أنت حاول إنك أنت تكون واثق من نفسك، وحسب حجم المعلومات اللي أنت جمعتها تستطيع اتخاذ قرارك، وحاول قدر الإمكان المعلومة هي الأساس. لا تمل من عملية البحث لأنها تزيد من خبرتك ومهاراتك. صعوبة الحصول على المعلومة مش تحسبش إنك أنت تستطيع الحصول على المعلومة بكل سهولة. بعض الأحيان هناك معلومات صعبة خاصة من المنافسين. حاول إنك أنت ما تتململش وتتذمر من الموضوع، بل أعطيه فرصة لجمع معلوماتك، لأن أنت في الأخير هذه المعلومة هي بداية نجاحك اللي هو مشروعك. حاليا حنجي اللي هي اساس الموضوع، العمل الاداري. دائما نحن بنجي نقول لك اللي هي تحليل مشكلات العمل. تحليل مشكلات العمل، المشكله طبعا انا بنجي يقول لك، بتقول لي يا استاذ شنو المشكله هذه؟ انا مش مشكلة إنشاء مشروع، عندك مشروع تنشأ بالشكل الصحيح والشكل السليم، هذه مشكلة. أنت في هذه الحالة أنت تحاول أنك تصل لهذا الهدف. المشكلة هي الوصول للهدف، الهدف هو إنشاء صيدلية. هنا تعريف المشكلة هي حالة من التباين أو الاختلاف بين واقع حالي أو مستقبلي وهدف نسعى إلى تحقيقه. لاحظ أنت
إذا المشكلة أنك أنت تفكر في شيء، هل تستطيع الوصول إليه أو تستطيع الوصول إليه، وترغب الوصول إليه بالشكل الصحيح. وعادة ما يكون هناك عقبات بين الواقع والمستهدف، كمان العقبات قد تكون معلومة أو مجهولة، وأنت تحاول تغطي هذه المعلومة المجهولة، تستفيد من معلومة وابحث عن المجهولة. لما جينا نشوف مراحل حل المشكلة، مراحل حل المشكلات طبعا تبدأ أولا بتعريف المشكلة، ونحن ما نجي نقول لك تعريف المشكلة، المشكلة تحتاج لجمع معلومات باش نقدر نعرفها تعريف صحيح ونكون ملم بها إلمام كامل. ولما نجي نقول لك تعريف المشكلة، المشكلة بصفة عامة نسميها، هذه عبارة عن بداية مدخل للموضوع، ونحاول قدر الإمكان إني أنا محصور، لاحظ الكلام اللي قدامكم محصور ما بين اللي هي مدخلات ومخرجات. المدخلات والمخرجات اللي قدامك هذه، أنا ما أقول لك عرف المشكلة، جمع معلومات عليها، ادرسها دراسة كاملة واعرف كل خباياها، بس تقدر تقول هذه عبارة عن مدخلات للموضوع، يعني أنت بدون المدخلات لا يمكن علاج المشكلة، الموارد، المدخلات، المعلومات. لما جي مرحلة المعالجة، مرحلة المعالجة عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن عملية تحويلية، البحث عن المشكلة، تسبب الأعراض ووضع وتصور حلول المشكلة، تقييم الحلول المقترحة. أنت عندك إنشاء صيدلية، جمعت معلومات، درت دراسة كاملة، هذه مدخلات. حاليا تبدأ في تفكير في كيفية إنشاء صيدلية من خلال اللي هي دراسة المشكلة، تفصيل المشكلة، وضع خيارات لحلول المشكلة، أكثر من خيار، ندير صيدلية في المكان هذا، ندير صيدلية في المكان هذا، نجيب ندير مبنى كذا، ندير مبنى كذا، هذه كلها حلول. نجيب المخرجات، أنت أصبحت لديك خطة ثابتة، اخترت تضمن اختيار البدائل الأفضل. لما اقول لك انا لما هي المخرجات، حاليا تبدا انت في اعطاء المسار النهائي للخطه، تضمن اختيار البدائل الافضل في تنفيذه. اختيار البدائل عمليه تقييم، ما نقدرش نختار بديل امثل والطريق الصحيح لانشاء المشروع او انشاء الصيدليه الا بعد عمليه تقييم ومراجعه لكل ما تم دراسته، وايهما الافضل من ناحيه الزمان، وايهما الافضل من ناحيه المكان، وايهما الافضل من ناحيه الجهد، وأيهم الأفضل من ناحية التكاليف، وأيهم الأفضل من ناحية الأرباح. هذه كلها تقييم، باش تقدر تختار البديل الأمثل، وتختار اللي هي العملية السليمة اللي تخليك توصلك لإنشاء مشروع بالشكل الصحيح. التقييم يتم تقييم حل المقترح ثم عمل التعديلات التي قد تحتاجها. إذا لاحظ تحليل المشكلة هي عملية اتخاذ قرار، اي قرار تتخذه مشكله، هدف، فهي تصل للهدف، جمع معلومات، دير دراسه مستفاضه عن الموضوع، ابحث عن المشكله، مسبباتها، حلولها. بعدين تجي لاكثر من حل للمشكله، ايهما افضل، مراجعه وتقييم. اذا انت في الحاله وضعت مصادر لقرارك بالشكل الصحيح.